ونطمن على تمرينة النادي الأهلي النهارده. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل جمهور نادي في كل مكان، وبضيفك العزيز كابتن محمد حشيش. خليني ابدا معاك بتمرينه النهارده، غياب طويل جدا، حتى مباراه النجوم الناس ما تابعتهاش، عوده لاستئناف مشوارنا في الدوري يوم الجمعه في مباريات تقريبا انا وصفتها اشبه مباريات الكاس. انت الحقيقه ممكن تدي الناس فكره عن اخبار النادي الاهلي، عن نجومه، عن جاهزيه اللاعبين الموجودين مع مستر مارسيل كولر في الفترة الحالية، ولو في طبعا بعض الأخبار كده تدينا يعني ماتش النجوم، عارف انه طبعا انتهت نتيجة بهدف لصالح النادي الأهلي سجله كهربا، لكن لو عندك تفاصيل كمان عن المباراة يا ريت نعرفها منك. بالفعل يا احمد، زي ما انت قلت 9 مباريات في فتره زمنيه قليله جدا، زي ما انت قلت يعني ده زي كاس عالم مصغر كده او بطوله مجمعه مصغره، 9 مباريات في مده ما تجيبش شهر كمان او 30 يوم، اقل من كده بكتير كمان، فاعتقد مهمه صعبه جدا. ولكن مستر مارسيل كولر ولاعبي النادي الاهلي بيستعدوا لهذه المباريات بشكل اكثر من رائع. يمكن الفريق على مدار الاسبوع الماضي اتمرن كل يوم باستثناء يوم الخميس اللي كان اجازه، الجمعه الفريق استأنف تدريباته مره اخرى، بالامس كانت مباراه النجوم. طبعا كان حريص مستر مارسيل كولر يكون في مباراه وديه للاعبين، انت عارف طبعا اللاعبين المنضمين للمنتخب الاول تقريبا 11 لاعب يا احمد، يعني هيخوضوا مباراتين في فتره زمنيه قليله جدا. اللاعبين طبعا موجودين في الفريق زي ما انت قلت منذ نهائي افريقيا ما فيش اي مشاركه في المباريات، ففضل مستر مارسيل كولر يكون في احتكاك بمباراه تقام بشكل كامل. معظم اللاعبين الاساسيين او الموجودين من الفريق الاول شاركوا في المباراه سواء بشكل كامل او كمان ناس شاركت يعني مش اقل من 70 دقيقه في مباراه الامس، وكمان كان في مجموعه من الناشئين موجودين في مباراه الامس، وانتهت طبعا زي ما انت قلت بفوز النادي الاهلي بهدف 1-0 احرزه محمود عبد المنعم كهربا. النهارده بقى يمكن الفريق على طول يا احمد بيواصل تدريباته مره اخرى، الجميع موجودين هنا من قبل التدريب تقريبا بساعه في ملعب مختار التتش بالجزيره. التدريب ابتدى فيه تمام الثالثه مساء، ابتدى في الاول بمحاضره مطوله مستر مارسيل كولر في ارضيه الملعب اتكلم فيها مع اللاعبين طبعا عن مباراه الامس وكمان الفتره الجايه واستعداد الفريق لمباراه فاركو يوم 14 باذن الله رب العالمين. من بعد يمكن اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس بشكل كامل يا احمد دخلوا الجيم عشان يعني يعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه، بقيه اللاعبين يمكن هيخوضوا التمرين بشكل كامل على طول، ابتدى التمرين ببعض الجمل يعني التدريبات البدنيه ومن بعدها على طول تدريبات الكره. يمكن مستر مارسيل كولر النهارده من الحاجات المميزه يا احمد في تدريب اليوم ان هو طبعا الكلام مع الجهاز المعاون ودكتور احمد جبلة المدير الطبيب الفريق النادي الاهلي، طبعا بيطمن منه على اللاعبين وكمان اللاعبين الموجودين في المنتخبات المختلفه. علي معلول النهارده وحرصه على بعد ما تخلص تدريباته الاستشفائيه او التاهيليه انه يكون موجود على دكه البدلاء بيتابع التدريب مع زملائه، طبعا جمعوا احاديث وديه جدا مع لاعبي فريق النادي الاهلي، يمكن عبروا عن فرحتهم بوجود علي معلول وكل الناس بتقابله بشكل اكثر من رائع، واعتقد ده دفع معنويه مهمه جدا لعلي خاصه في ظل هذه الفتره، وان شاء الله قريبا يكون موجود مع فريق النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر كمان كان حريص ان هو يحضر جزء من تدريبات حراس المرمى مع ميشيل يانكون مدرب الحراس والحراس الموجودين سواء محمود الزنفولي او مصطفى مخلوف او حازم جمال كمان حارس المرمى المتصاعد من فرق الناشئين. تدريبات الى الان يا احمد بتجري على قدم وساق، ان شاء الله الفريق بكره هيكون فيه اجازه ومن بعدها على طول الفريق هيواصل تدريباته مره اخرى يوم الثلاثاء، هيبقى تدريب 3-4-5 هنا في ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها على طول ان شاء الله السفر لمدينه برج العرب بالتحديد في محافظه الاسكندريه استعدادا لخوض مباراه فاركو يوم الجمعه المقبل باذن الله، وباذن الله في انتظار يعني وصول الدوليين تباعا يوم 11 ان شاء الله يكونوا موجودين في تدريبات الفريق ومن بعدها على طول في مباراه فرق. كمان حابب اطمنك واطمن كل جماهير النادي الاهلي، يمكن دكتور احمد جبل قال على طول انه في تواصل دائم سواء مع وسام ابو علي او الجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني، يمكن وسام بالفعل اجرى اشعه وباذن الله بكره هيكون التقرير والاشعاعات كامله مع دكتور احمد جبل، وباذن الله يكون غيابه فتره قليله وباذن الله يكون قريبا مع فريق النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي وان شاء الله تبقى بضاعه قويه امام فرق وباذن الله الحفاظ على الدوري العام للموسم الثاني على التوالي. ان شاء الله تقرير مفصل يا محمد بشكرك عليه، شكرا جزيلا. دي اخبار النادي الاهلي، اغلب النجوم حضراتكم شفتوها بتشارك في التمرين. وسام ابو علي زي ما قلت لكم امبارح مش هيلعب مباراه منتخب فلسطين، مش هيسافر، عندهم ماتش مع استراليا اعتقد يوم الثلاث، وتم الاتفاق انه وسام مش هيشارك وبالتالي عودته لمصر، واكيد زي ما محمد قال هيخضع او خضع بالفعل الاشعه هتكشف وتحدد حجم الإصابة، وبالتأكيد الجهاز الطبي النادي الأهلي هيتعامل معه أول ما يوصل ويطمن عليه إن شاء الله، لكنه أغلب الظن احتمالات تواجده طبعا في مباراة فاركو بعيدة جدا.